الدرك الوطني بعيد في تلك الخدمة؟ نعم تفضل. مكان مكان سيارة لكم الدخل لكم الدخل. جاوبت المساعد الأول. أنا ولك الاحترام. عيط مواطن يبلغ على سيارة مشبوهة. المكان قرية شيحات، محتمل تكون عملية سرقة. على متنا 4 أشخاص. عيط للأفراد الدوري، عيط للأفراد الدوري. في الحين في الحين. بارك بارك. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين توتة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي تنشط بإقليم مجموعة باتنا وكذا الولايات المجاورة لها. تعود وقائع القضية إلى يوم 8/9/2023 حوالي الساعة 4 مساء عن طريق اتصال هاتفي بالفرقة من طرف أحد المواطنين مفاده وجود مركبة نفعية مشبوهة بإحدى المشيات المتواجدة ببلدية ولاد عوف دائرة عين توتة على متن أشخاص غرباء عن المنطقة. فور تلقي البلاغ تم تفعيل مخطط سرقة المواشي المسطر من طرف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنا، وتم تشكيل دورية تحت قيادة قائد الكتيبة والتنقل إلى عين المكان، وهذا بغلق جميع المنافذ والطرق المحتمل سلكها من طرف سائق تلك المركبة. وبمساعدة بعض المواطنين تم توقيف 3 أشخاص على متن المركبة النفعية المحملة برؤوس الغنم المسروقة ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. مؤسسة الدرك الوطني تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر للتبليغ عن أي جريمة.